الإسلامية من أجل تشكيل المغاربة، مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد تقرر عقد مجلس وطني والمواطنين. وصامدون صامدون والسادات مناضلون وصامدون صامدون والسادات مناضلون. نحتفل اليوم بذكرى فاتح ماي بشكل احتجاجي هذه السنة، لأن الحوار الاجتماعي الأخير والذي وقعت عليه الأطراف الثلاث باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية المغربية في القطاعين العام والخاص وعموم المواطنين، ورغم حضورنا في كل الأدوار ديال اللقاءات في إطار هذا الحوار الاجتماعي، ورغم تقديم مطالبنا العادلة، لكن الحكومة على رأسها السيد عثماني قدمت مشروع هزيل جدا وكرس الهشاشة على المستوى الجماهير الشعبية. لذلك سيجتمع مجلسنا الوطني قريبا إن شاء الله، وسنناقش هذا الوضع وسنسطر برنامجا نضاليا مختلف الأشكال للاستمرار في الدفاع عن الحقوق المشروعة للطبقة العاملة. وشكرا. إذن نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نخلد هذه السنة فاتح ماي العيد الأممي للشغل في ظروف غير مسبوقة على كافة المستويات. للأسف الشديد نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كنا نود أن نحتفل بما تحمل كلمة من معنى الاحتفال، ولكن للأسف أن هذه الحكومة كرست الواقع المأزوم، كرست كيف أن هي حكومة ديال التراجعات على كافة المستويات. كان بدنا كما قلنا أن يكون احتفال، ولكن للأسف أن هذه الحكومة جابت لنا انتكاسة بمعنى الكلمة، حيث أن هذا الحوار الاجتماعي كان فارغ من كل مضامين يمكن أن تدخل البهجة والفرحة لعموم الشغيلة سواء في قطاع التعليم أو باقي القطاعات. أكيد أن باعتبار كاتب إقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت اللواء الكونفدرالية بدون الشغل، فما يعرف قطاع التعليم لا يخرج أو لا يختلف كثيرا عما تعرفه باقي القطاعات. للأسف الشديد أننا في قطاع التعليم كنعرفوا واحد انتكاسة غير مسبوقة من خلال إدخال الهشاشة لهذا القطاع، قطاع حيوي، من خلال تكريس نظام العقدة وما شهده قطاع التعليم في الآونة الأخيرة من خلال بلقانة أو ما يسمى بتعديل الخريطة التربوية في جوج المؤسسات التربية والتعليم، من بعد الاعتصام البطولي للأساتذة الذين فرض على التعاقد. وبالتالي فما يعرفه قطاع التعليم كما قلت من انتكاسة للهدف منها هو الإجهاز على المدرسة العمومية. وبالتالي نؤكد مرة أخرى في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن ما كيناش إرادة سياسية حقيقية لإصلاح القطاع الحيوي هو قطاع التعليم، ولكن هناك إرادة الآن ما بقاش خفية وإنما أصبحت معلنة وظاهرة للجميع، وهو الإجهاز على المدرسة العمومية على حساب القطاع الخاص. ومجددا نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نؤكد بأننا ملتزمون بالمبادئ التي أسست عليها الكونفدرالية، ونؤكد بأننا ملتزمون بالنضال إلى أن تتحقق كافة المطالب. وتحية نضالية.